اوكي شكرا دوزو بيان ليغ بيان ليغ بيان ليغ شكرا خويا دي جي بيان ليغ ديال راك قبل من باتمان خليتي يدوز شكرا شكرا كاين صوت كاين مشكورة اوكي غادي نخدمو شوية ديال المنطق ال دي بي او سبك سبيك قولو سبك في التكست سبيتي انت في المايك طلع سبك في المايك الفرق بيناتكم جوج هو انت عندك الادمينية هو ما عندوش واش هادشي كيعطيك الحق انك تبونسيه لو غاسيونيل ياك سبيتي اش بغيتي مازال سبيتي سبك يو ايفن كتسمع ال دي بي او هادشي كتسمى abuse of power كيفاش بيا بيكو لابي حيد الادمينية وبيكو لابي انت عندك واحد البريفيليج ما خصكش تستعملو ضده وحيد حيد السيد من ايوا هذا كيتسمى هضرة ديال العروبية ديال الهرقاوة ديال الكلافت هادشي هو اللي كدير الا غتعبر على مستوى ديال الوعي ديالك اولا انت ماشي ادمين ما عندكش الحق تخدم الادمينيه وانت ماشي ادمين وقالها الكلو بروفيسور انت دابا كتانتفيري مع الادمينيه ديالو اش كتسمى هادي كتسمى انت اصلا ما تستاهلش الحريه وانت مزيان نيت تبقى تكوز القريش وتبقى تدافع على قريش هادشي اللي كتعني لا هادشي هادشي ماشي رجلة الأخ ال دي بي كنقول لك دابا الأخ ال دي بي حيد سيد من 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 البوس أوكي ال دي بي هادشي اللي كنقولها سي لوجيك إذا أنت ولد القحبة وما كتستاهلش الأدمينية وأنت آخر أصلا خلصت على الأدمينية لحد الآن زباب ديال الفلوس الأدمينية شحال من وحدة صبرتي ليها وشحال من وسطة صيفطتي ليها الهدايا وهادشي اللي قال لك سبيك راه دابا مشات عليك كيفاش بلي what the fuck اوبلي اوبلي قرب شميت لي اوبلي اوبلي تولينا الشعب ديال مو كله دابا كيقول لك المغرب ديالنا هو المغرب ماشي ديالو ديال الملك داكشي علاش وصلنا لهذا الشيء هذا وتسي الله ينعرب بالقحبة تاع تمك القحبة تاع تم هذا الروم اللي عطات لدير امك انت يا الادمينيه واللي في جهدك ديرو هو بون صيني ودير لي الراد يلا هذا بون صيني دير لي الراد حيت انت كالفوط دير رب دير امك هرقاوي 100% راه كنقول لك راه فيك ريحه الزبل ديال البقر وديال الخنم شعب ديال امك يدير انا راه تنقول لك راه ما كاينش شي ولد القحبه اللي غادي يوقفني من هاد من هاد الشيء اللي كنقولوا هاد الموفمون اللي عندنا راه ما كاين حتى شي واحد غادي يحبسني من هاد الخرا هذا انت بالادمينيه ديال ربك وبالروم كامل ربو وبالبالطو كامل وبالمغل كامل nothing's gonna stop what's going on now الزملة ديال الاخر هادشي كيعبر على انك عروبي كالفوط ربك حرش مزيان دابا اي اس تي بقيتي كتقلب على سنة وعلى الضاوية بقيتي كتقلب عليهم كامل وانت مع الهدايا وكتحاول تقلب على شي حاجة فيك اللي غادي تكون attractive to others انو تعجبهم ما لقيتيهاش اي اس تي دابا قلتي الله الخراب اشتي المهم كنهضروا على المغرب بحال واحد دوله ماشي دوله المغرب راه كلشي ولاد القحاب كلشي عابد انكلودينا ان ليميتد تو ماي بارنتس اخوتي ولاد عمي وكاع داكشي كلهم كلشي ولاد القحاب وكلهم عابد راسيونال اوكي راه ما غاديش شي قوي شي حرش داير موشي كالفوط يجي يبدا يدير لنا ديك السلطه ديال العروبيه وهذا هو المشكل مع الانسان
والشعب ديالهم مرقد في العبودية، ماشي كيعبدوا الملك ولا النظام ولا القانون، ولا كيعبدوا خرا ديال الإنسانية. وغادي تعطي أدمين وغادي يفهم أشنا هي الأدمينية، غادي تكبر به وعرف أنك كبرتي به غير احتراما لإنسانيته. Alright. إلا بقات لرب دير القحبة تاع تمك لولداتك وما رباتكش ولد العاهرة. أوكي بيان لي، يمكن عنده شي مشكل. إيوا بلاش ما تجاوبنيش، نمشيو عند سيبوك. كاين الصوت، كاين الصوت. دابا كاين، دابا كاين. والله إلا كميت شي ربيع كيكمي بحالي وبحال محمد السادس وداك الشيء، هما اللي كيكميو. اش درت وليت كان جوين ذا كيو، كان صحاب راسي كنهضر وبقيت كنهضر وكنعاود لكم وانا راه فهمتي. دابا كتسمعوني ياك؟ الكوش اش من كوش؟ هذا الكوش ديال بكري. دابا وي توكين اباوت غاز، شي حاجه سميتها ليسانس. كان من بعد الكوش كان جا ديسل، ديزل. دابا جابوا واحد النوع اخر سميتو ليسانس. لا إلا كميتي وانا نتبوق غير باش نقولوا الناس اللي عندهم الاخلاق وداكشي ما تكثروش بيا اللي رابيا اللي غير حشيش. اشنا هو الموضوع؟ هو هذا البالتوك. شكون جابني لهاد الغرفه؟ جابني ليها سيزار. سمعت سيزار وعجبني هذاك الانسان، طريقه باش كي يحلل المواضيع وداكشي، وهذاك هو اللي جابني لهاد الغرفه يا اخ سيزار. كنشكرو مزيان حيت انسان رائع. يعني لا هذه مساله لا يتنطح على عنزان، ياكل لنا الاخوان الطريقه باش كي يطرح المواضيع وكيفسر وداك الشيء. شي حاجه التاب ديال التاب، شي حاجه والله ما تلقاها حتى في النظام الفوق عند هذوك الناس، ولكن هذا هو المغرب. بزاف ديال الطاقات تهدر في المغرب، والله الا بصح بالله بزاف ديال الناس اللي كان عليهم وصل لواحد المستوى احسن اللي هما فيه دابا، ولكن راكم عارفين خصو يخرج هو الامريكان ولا الكندا ولا الفرنسا باش الله اكتشفوا هادوك الناس بحال سميك. الله يلحشم عليكم هاد سميك، الله يلحشم عليكم هادشي اللي درتو الاخ كبير. المهم هاديك هي اللي جابتني، هو اللي جابني هاداك، وهاديك هي اللي فرعت ظهر البعير ولا كيفاش كتقول ياك، هي اللي جابتني. واش كنستافدو؟ ياس كنستافدو. كتستافد ما عرفش كتستافد، ولكن هو اصلا ما خصناش نكونوا كنستافدوا في هذه المسائل. ربما كان علينا نكونوا كنستافدوا في الواقع اللي كنعيشوا فيه ونتخلطوا معاه ونعاودوا نغنيوا الثقافه ديالنا ديالهم، تعلموها بزاف ونتعلموا اللغه ديالهم مزيان. وهادشي اللي وقع لينا هنايا، داكشي علاش دابا كاع الناس اللي في أوروبا كتجيهم في شكال يجيو يبداو من الأول. يا هذا هو اللي كنحس به نيجاتيف في هذا البالتوك، هو أنك سيتو الناس اللي خارجين مازال في المغرب هانياتهم، ما غادي يضيع لك والو. المهم غيضيع لك بزاف ديال الوقت. وكنوصي بزاف ديال الناس ما يبقاوش يجيو للبالتوك، والله ديروا واحد الحاجة اللي كتجيو ليها قابلونا أنا روتريتي الإخوان. واي مستر فوكس عام كتعلم فيه بزاف وعامين كتعلم فيه اكثر، غادي تجي غادي الدور غتلقى دازت 10 سنين 15 عام شحال دوزتي فيها في البالتوك؟ 40% دازت في البالتوك. هذيك راه حياه. حنا راه ولينا خصنا الجرافيتي وخصنا الاكسجين وخصنا الشمس وخصنا البالتوك باش نعيشو.
ما عندكش البالتوك ولا تا هو من لا نيسيسيتي ديال الحياه خصك تدخل البالتوك. وفعلا انا فاش فهمت الاسلام ما كانش ما كنت كنقلب نستافد، قلت خصني نغير، I have to change things around، خصني نغير شي واحد، خصني نقلب على شي واحد نغير لي الحياه ديالو، نغير لي of everything، خصني نغير شي واحد الحياه ديالو، حيت فاش تغيرت انا حسيت بان هادشي ما يمكنش يبقى في عندي، خصني نعطي لشي واحد هادشي اللي عندي. وفعلا هذا هو الهدف ديالي، داكشي علاش ما كيهمنيش انا شي كاع داكشي اللي كيعاود في الروم وغادي نستافدو وما غادي نستافدو. لا بصراحه بالنسبه لي انا فاش كنبغي نستافد كنمشي لجوجل، كنمشي ليوتيوب، كنستافد فعلا اي موضوع كيف ما كنبغيو. كنبغيو كاستاذ بيالير، كنبغيو كاستاذ بيالير، كنبغيو. شكرا شكرا، مرحبا بك. نعم بصح بزاف الناس كيعزيز عليهم بيالير، ماشي بيالير، بزاف ديال الناس عزيز عليهم بزاف ديال الناس، وانا عندي بزاف ديال الناس كيبغيوني. علاش؟ ربما حيت انا تسجلت من اول الناس اللي تسجلوا فهاد الشيء ديال بالتوك من كنظن 2007 2008 هي الوقت لي، داكشي علاش انا معروف، حيت من بكري وانا كنتسجل، ماشي غير دا. اشنا هو اللي مزيان؟ هو خصنا وي هاف تو سبريد ذا فليفر، خصنا نرشو بنادم. الا كنتي كتحس بان هادشي اللي وصلك زوين فخصك تفكر بحال هذاك الانسان اللي عطاك هذا الشيء، يعني هذاك الانسان اللي عطاك هذا الشيء كون لقاه زوين وخلاه لراسو وما قالها حتى لشي واحد، انت ما غاديش تكون هنا تستفد من داك الشيء اللي عرف هذاك الانسان. لذلك الى وصلتك هدف الواقع، الى وصلتك شي حاجه زوينه كتبغي تقول للناس راه كاينه واحد الحاجه زوينه، it's a human instinct. اوكي، غريزة في الانسان، داكشي علاش هي توجور ابار تومورو، ديما كيكون واحد غدا غادي يكون احسن من اليوم، حيت كلنا اوني بروغرامي باش نعاونو بعضياتنا. وفعلا انا كنعتقد بان هادي واحد الرسالة نبيلة نعطيوها للناس، انه كفى كفى كفى، اناف اناف اناف، اسي اسي اسي. الطريقه باش كنعيشو ماشي هي الطريقه اللي خصي يعيش بها الانسان. علاش؟ حيت حنا خاطئين. واش الا عرفتي الصواب خصك تخليه لراسك؟ نو، حيت هذاك الانسان اللي عرف الصواب ما خلاش لراسو، عطاه ليك انت. اذا انت كيبقى اوبليجي بحال هادشي اللي كنديرو مع ولادنا، جيتي لقيتي الحياه تنعمتي بها وداكشي كتقول اخي انا خصني نعطي لولادي شي حاجه احسن من داكشي اللي عندي، اتليست نعطيهم داكشي اللي عندي انا، وهذه هي سنه الحياه. اذا انا هنايا ما كنجيش كنستافد، الاخوان نكذب عليكم نقول لكم ياس كنستافد. اش كنستافد؟ كنستافد كيفاش واحد الانسان كي اناليزي، استفدت بان الواقع اللي كتعيشو انت راه ما كيعيشو حتى شي واحد، انت بوحدك اللي كتعيشو كل شيء، داكشي انت بوحدك، حتى واحد ما في نحس بحال الاخر. هادي استفدتها في البالتوك. بالتوك علمني، ماشي غير بالتوك، هاد البلاد هادي علمتني في الاول ملي جيت قالك ما تسبوش ما تعيروش حشومة عليك، وهذا دابا اش غدير ليه؟ تجيب شي حداك واحد سكيلو ديال الخيز هو كيهضر وانت كتغزز قال لك بغينا نغيروا المصير ديال المغاربه. anyway هو هذا، كنجيو هنا كنستافدو كيفاش، هادي واحد الحاجه كنستافدوها مزيان، حنا دزنا من تجربه ولكن من جينا نشوفو لقينا كل واحد كيفاش ضربوا هذا الاسلام، هذا كنستافدها. كندخل كنشوف شي ناس كنبقى معاهم شهر شهرين عام عامين، وكنشوف كيفاش هاد الانسان الدماغ ديالو اش كيدير
هاد الايديولوجيا وهاد غسل الدماغ اللي كيمارسوا علينا النظام والسعوديه ووالدينا وداكشي كيفاش كيأثر على كيعطيك واحد المفهوم ديال بروين واشين ديال غسل الدماغ. اوكي كتبقى تشوف وكتقول في الاخر كتقول سبحان الله العظيم شوف هاد الانسان هذا هو الشيء اللي استفدنا هاد المسألة هادي. كنستفدوا من بزاف ديال الإخوان. الاستفادة الكبيرة هي فاش كتاخد شي حاجة منسقة وقادة. كاين الإخوان اللي كيعطيوك so much information كتنساها كلها. إخواني 1-2-3. كاين الإخوان اللي كيبقى يعطيك في الانفورماسيون كيضرك راسك. بحال مستر فيلوسوفر. مستر فيلوسوفر يعجبني اللي عطاني شي 5 أو 6 ديال الحوايج اللي نقدر أنا نميموريزيهم. فهمتي كيبقى يهبط عليك حتى دماغك كيبدا يعطي كيعطي 25% لكل فكره ولا دابا دماغك كيعطي 5% ل 20 فكره. اوكي ولكن على العموم هو البالتوك هو كنظن البلاصه الوحيده اللي نقدروا نشرو فيها الفكر ديالنا بواحد ان دوغري ديال سيفتي ديال السيكوريتي كبير بزاف. وهذا فهمتي كتدخل كتعطي الناس لو ميساج كيديز كيدوز ان نوبادي هاز انيثين تو دو اباوت ات. حتى واحد ما يقدر يتدخل يحبس الميساج ما يديرش. وهذه نعمه وهذه في حد ذاتها حنا التعطش لحريه التعبير. وبزاف الناس كيجيو لهاد الروم كيتعطشوا سيتو الناس اللي في المغرب والناس اللي برا ما لقاوش فين يعبروا على هاد حريه التعبير. داكشي علاش كندخلوا هاد المساله ديال حريه التعبير is priceless زعما ما عندهاش ثمن. وبزاف ديال الناس كيلقاو بان ياس نقدر ندخل ونقدر الميساج ديالي يدوز لشي ناس بلا ما يجي النظام ويقول لي علاش انت كنتي كتقول هاد الجمل المفيده ولا هاد لا كومبيناسيون دي لتر دي اي دي مو اي دي فراز. ما عندكش الحق انت يا واحد المجرم حيت كتعبر حال شي. فاش كنت كنتفرج دابا قبل ما ندخل لهم كنت كنتفرج في الامريكان وكيفاش البوليس وكيفاش السكند اماندمنت الفيرست اماندمنت وداكشي ولقيت بان كاين بزاف ديال السيميلاريتيز بيننا وبين هادوك الناس. الشعب اللي ما عندوش حريه التعبير راه ماشي شعب راه شعب حمار. اوكي الحريه هو الفيرست البند الاول يا كتقولوا لي البند الاول في القانون الامريكي وي. اذا الى حطوها هي الاولى راه ماشي حطوها الحمير راه ماشي ابو خريا او ابو بولا او ابو اللي حطوا هذا القانون راح طو ناس لي فلاسفة في حد ذاتهم وجابوا لكريم ديال أنوار في أوروبا وحطوها في أمريكا. يعني هاد الناس كيعرفوا اش كيديروا فاش حطوها هي الأولى. freedom of speech freedom of gathering freedom all kinds of freedoms. why علاش غادي حطوها هي الأولى في الدستور ديالهم؟ par coïncidence جال freedom هو الأول. الدماغ ديال الانسان كيكون بريوريتير كيعطي دي بريوريتي لشي حوايج اللي عندهم البريوريتي. دينا هاد الناس فاش عطاو هاد الحريه دينا ما عطاوهاش من فراغ. علاش؟ حيت نيسيسير تو بيتر يورسيلف باش تعيش مزيان خص تكون فريدوم اوف انفورميشن. حيت انت كتخدم بالمخ ديالك والانبوت ديال المخ المادة الخام ديال المخ ديالك هي لافورماسيون. إذا خص يكون واحد الحرية تامة لافورماسيون تدخل وتخرج من الدماغ ديالك كما يحلو لك. أدوايز ما غاديش تقدر تأدابت مع هاد لونفيرونمون اللي كتعيش فيه. علاش كنقول هادشي؟ حيت هادي هي الفرصة اللي متاحة عندنا في المغرب. I love you motherfucker. Okay, take your mama to the streets. سيم صراحة كنضحك معاك. يس اوكي
اوه alright وهذا هو اللي زوين عندما مشاكل عاشي إخوة الآن الآن جاء القتال فما قلنا يوما من أجل الأرض تسير الله ينعلبوك الله جاتني انفورماسيون قال لك there is a bright light كيجي every 157 days واحد دو كيجي من اليونيفير deep in the universe كل 157 عام كيضرب هذاك الضوء وهذا جاي طالع كيقول لنا وسنا باقي هو عايش مع قريش وباقي هو دين مو عايش في الماضي الغابر الناس ودخلوا للفيوتشر البعيد هو باقي عايش ليا وهذا الشيء اللي بغينا نخرجوا الناس منه كيفاش هذا دابا اشنو دخلوا دابا اش دخل كيقول كيدخل كيعاودنا على شي شماكريه اش كانوا كيخراو كيفاش كانوا كيبولوا خصنا نديروا بحالو اوكي عاود شي نكته ما كضحكش انا نعاود لك شي نكته ما كضحكش قال لك هذا واحد الراجل anyway المهم عندنا مشاكل مع المسلمين وكنتفهموهم اوكي والله عندنا مشاكل معهم كيتقلقوا علينا كيحاولوا ما امكن يمافليو الساوند ديالنا يسدوا لنا فمنا اولا كنعذروهم حيت الدين عزيز شي حاجه اللي كتسمع اكثر من اللي كتسمع اي حاجه اخرى في المغرب واحد الكلمه كنسمعوها في المغرب كتسمع اكثر من اي كلمه اذا طبيعه الحال هذيك الكلمه بحال داكشي اللي كدير الا كان شي سبيتش ولا شي حاجه ديال شي بريزيدون كتشوف اشنو هما الحوايج اللي عاود بزاف وكتعرف بان الحوايج اللي عاود بزاف هما اللي عندهم واحد الاهميه في الدماغ ديالو ها وداك الشيء اللي درتي مع في الثقافه ديالنا الحاجه اللي كنسمعوها بزاف هي محمد بنينا عليه بزاف ديال لي ستركتور ودخلناه في الثقافه ديالنا مزيان دخلناه في الزواج في الطلاق في الموت في الطهاره في الماكله في الشراب في الخدمه في الحمام في فين ما مشيتي اذا كنتفهموا المغاربه بان راه هاد محمد راه عندهم شي حاجه كبيره وكنعرفوا بان الا دخلنا فاتك الحاجه الكبيره وهدرنا عليها بشي طريقه او اخرى سنغمال لا رياكسيون لا بيولوجيك وخصو يهاجمك وخصو يحاول ما امكن انه يسد لك فمك كنفهموا هادشي دابا واش غادي نبقاو ساكتين ونخليهم يسدوا لنا فمنا او لا غادي نبقاو نغوتو انا كيضر واحد تو كيسد لك فمك وانت خصك تغوت بزاف حتى هو كيحاول يوشوش عليك انت خصك تغوت بزاف وهادشي اللي خصنا نديرو راه اي واحد كيسمع كلمه محمد اكثر من اللي كيسمع في الثقافه ديالو راه غادي يجي يهاجمك انت خصك تكون موجود وخصك تعرف بان هذاك غير اوبستاكل هذاك غير واحد الحاجه اللي منعاتك وهذا الحب ديال محمد ولا عندنا سيستميك بحال هادشي ديال العنصريه اللي كاينه في العالم كامل سيستميك واش غادي تحيد ياس غادي تحيد بحال هاد الدين تاعو واش غادي تحيد ياس غادي تحيد واش خطا تعيش حياتك بالدين ياس الا كان 80% ديال المجتمع باغي يعيشوا بالدين ياس اوكي اذا الا كان 80% باغين يعيشوا بالدين هذا ما كيبقاش دين هذا كيولي زمله او انتم لا بدا تسدوا لنا نهار الجمعه تسدوا الطرقان لا بدا تبنيو لنا 54,000 مسجد لا بدا تديو لنا فلوس ديالنا ديوهم للسعوديه وانا كنهضروا على حريه المعتقد حريه المعتقد اللي عندك 7-10% ديال المجتمع مسطين
كتلقاو نهار الجمعة غير كيدورو الدور غير كيدورو كيدورو في الصناقي وتيهدو في عباد الله بصد الدنيا بحال أي دولة أخرى. ولكن فاش كتلقى 80% والمجتمع تراوات والوقت يهدر بالغضب الريل استيت هو وات اوكي نري تبغى تحاولوا لي العشاء اوكي سمحوا لي نحرك العشاء ولكن طولت عليكم خذوا المايك شكرا شكرا خذوا ها نو لما يرجع ميبيا ليال من التحرك ديال جميلة أستاذ الأدمينة قالت لي يا هند طح لي الرئيس هند أوكي شكرا بيالير أهلا بيالين هوب هند فين كنت أختي ما بقيتش عقل على الرئيس بنات سيارتو تطلعو اللي طح له الرئيس يكتب لي عفاكم لأنه ما كنناقش Bonjour. Bonjour, Hind. Moi, je veux juste dire. Bonjour, les amis. Pour clarifier, je vais laisser pas de souci. Mais normalement, quand tu as un vas-y. Ah, quand tu as un homme. Je suis 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 شنو الاستفادة اللي استفدتي من البالتوك ولا ما كانش استفادة يعني شنو الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لك انت زعما انا ما بزاف البالتوك هادي وقيله شي 4 اون هادي شي 4 ولا 5 اون باش دخلت البالتوك واحد 3 موا بونجور تو الموند صراحة استفدت بزاف كاين بزاف الاخوان زعما كما نبدا نذكر في الاسامي غادي بزاف الدراري استفدت منهم وهي انا جيت الصراحه كلشي الناس استفدت منه ماشي غير اللي كان كيتوجهوا معايا في شي فكر ولا شي نو اللي كيقول شي حاجه اكيد ما بين الحاجات اللي كيقول كانت شي انفورماسيون مزيانه ولا بيرتينونت ومن بعد ما بقيتش دخلت لك صراحة حتىش ما عنديش الوقت ما كانش عندي الوقت ومرة كنت ندخل بحال بابا ملي كنسافر شي حاجة كندخل نسمع ونخرج دابا مع هاد الكونفينمون وكورونا والله الا ميرسي بالتوك لقينا هاد المتنفس وكندخلو بالعكس انا عجبني الحال هاد المرة حتىش كومباريزون comparativement à داكشي اللي شفت هادي ربع سنين بالعكس حسيت بلي كاين واحد التسامح والتعايش الناس واخا كاين شويه نقير ولكن كلشي يعني دينا كان نعرفوا نتقبلوا بعضياتنا المهم انا ما غاديش نطول عليكم في الصباح نهاركم مبروك نهار زوين هذا برنيشي انتي تي كا سبيسيال دو فاصون انا جو ديتيست با ماشي جو ديتيست با جوست بور تو دير سي ديديكاس عرفتي الصباح كنت كندوش ويا طيح ليا واحد الاغنيه ديال عبد الحليم حافظ شحال هادي ما سمعتها شكون كيغني في الدوش وكيعجبو صوته شكون كيغني في الدوش وكيعجبو صوته عرفت فين هما هادشي طرا ليا في الصباح نتفكر عاودني ويا ميام ضايتي الكلام بعذب ألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل تحكي في سلام يا ما قلت عنك وقلوب شكوى منك وحياة الغالي عنك ويا ما قلت عنك وقلوب شكوى منك
وحياة الغالي عنك وابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ودي ليالي عشناها أبدا مش حنساها وعلى بالي على بالي يا حبيبي وعلى بالي وعلى بالي يا مولاي علي يا حبيبي وعلى بالي ليل ونهار وانت على بالي عفتوها ومن النجيب الصبر يا الله الله يداوينا اللي ابتلى بالحب قبلنا يقول لنا وسافر من غير وداع من غير وداع من غير وداع شفتي خليتو دابا كنغني ليكم المهم نهاركم مبروك انا ما مقلقه من شي واحد حتى اللي كيكرهني راه ما عنديش معاه مشكل هذيك لا جالوزي ديال العيالات ما عنديش معاها الصراحه جي با دو كومبلكس دافيريوريتي ما شيري و جي با بيزوان داتونسيون جو فوز ايم توس هاف ا جريت داي باي باي ميرسي هند راه الكراهيه هند راه سي جوست اون ريفليكسيون دو سكو تو اي ديجا يعني puisque انت ما عندك الكراهيه لشي واحد فصرا ديرك you are sane ها اوكي ايوا ال دي بي او وي شكرا على السير جميل اوكي بون من غير الحوايج اللي قلت قبيله غنعاود نقول شي حاجه اخرين ايفيكتيفمون انا استفدت بزاف ديال الحوايج بالفعل من الناس اختلاف تخصصات ديالهم او ايفيكتيفمون درت بزاف ديال الاداء او ايفيكتيفمون واخا سيت ان انكونفينيون تعلمت شرميل ان شرميل تاعنا في عباد الله واخا ما عمري كنت اكتمي ما يهمناش اوكي اللي خلاني في الصراحه نسمع الناس اللي مختلفين انا عزيز عليا اختلاف اوكي انا اي واحد متفق معاه ما عندي ما ندير به صراحه من الاخر دونك تنتصنت الناس اللي مختلف معاهم تنقول ربما تسمع شي حاجه ما عمرك سمعتيها تسمع شي حاجه جديده تسمع شي حاجه كانت تتبان لك واحد ربما سيتي مومون تكذب علاش تكذب خويا فوكس اوكي ولكن واحد القضيه اللي هي مهمه هو انني انا ما تنحقلش على عباد الله وبورتون تلقى بان الحكم تابعني ما عنديش لا انا عندي الكوتور زعما اللي ما تيتسمع مزيان اني هاو دونك لقيت بان الناس تيحقدوا وبورتون تتبدل ساعه اخرى تتمشي لبلاصه واحده اخرى تتعاود ترجع تتلقى بنادم غير باقي حاقد هذاك الحقد انا تيسالي معايا الخوت سيرتو هذاك الحقد اللي هو غراتوي وتيكون كتابي هذاك جو دي تيست انا طلع دينا ماك وسبسب وعاير وفش على قلبك وسيرت نعس ولا غلط ليه نهار واحد اخر ولكن هادوك اللي تيبقاو مخزونين تيبقى لابد وتيتسنى باش يكتب واحد الجمله ويهرب وعاود يتسنى وعاود يكتب ولا هادوك الناس اللي كيبداو بو امبورت ما عرفتيش غادي تقول مع فكره جميله فكره غبيه فكره ما عرفتيش بغيتي تكون بهذاك الاستهزاء وانا جو ديتاست بحال هاد الكوميد والله الا جو ديتاست ديال الموبايل مالا السميات اخويا سيمون الدراوي جامبا والله ما كاينين السميات اخويا والله ما تنحقد على شي واحد ولكن مالوريزمون بعض المرات تلقى بنادم باقي ما بغاش ينسى وشي حاجه قديمه وباقي باغي يتلصق فيها وباقي يعاود يجبد وباقي خصك تدقدق ويدقدقك وهذاك الشيء و ان سيرتان مومون تتقول اخويا واش انا هربان من الواقع ولا من ستريس ديال الخدمه ولا بو امبورت باش نعاود نجي نبرد راسي مع عباد الله وسكي في مال هما لي زيتيكاد بعض المرات ال دي بي او باش معروف ال دي بي او معروف بانه حمار هذه ماشي مشكل ما تتقلقنيش بانه تيصبغ تيتيز تصبغ ما عرفتش شنو و ال دي بي او فيه العياقه و ال دي بي او ما عرفتش شنو هو و ما عرفتش شنو هو و ما عرفتش شنو هو وعلاش ما نعرفش سي سي سمعت ربما كاينين شي حوايج اللي بصح لا حمار اخويا دراسه والله حيت فاش نقول انا حمار
واحد الناس تيعجبهم ما دابي انا هذوك الناس هم الحال ويبقاو غاديين في هذاك الحزاق ديالهم حتى شي نهار يدخلوا في حياتهم. الله العظيم الا كانت تتريح الناس حمار وديجا قلتها وتنعترف بها انا حمار غاتيسح انا مزاوق والله الا انا مزاوق. انا ديجا درت واحد الكونسلتاسيون ديرنيير مون سوت ليكوم شي دمو هادي اي ما نعرف شي حاجه بحال هكا مع الكوفيد والخدمه والحزاق وداك الشيء وحنا ما كانش عندي الكونفينمون مالوريزمون دونك ما جلست حتى شي نهار بالعكس لا شارج ديال الخدمه زادت والترونات وداك الشيء ولا اوفرلود في الخدمه دونك ستريس كان في لو سوموم ديالهم اوكي ولاو تيجيني دي بالبيتاسيون كاردياك وداك الحزاق وداك الشيء مشيت عطاني واحد الدواء هذاك الدواء بقاش يقردين بو الله العظيم خليته ما خديتوش والو خديته من الراجل جوج ثلاثه زعما باش نعس ساعة والو ما قر ما دمني لحق لبقى اوكي ما علينا قلنا طال ربما حبك شي من بحال هكذا بعض المرة تجي تتكون مراشقة لك تتلبكها وفكتي موت تدوز ليلة زوينة ولا بورت بعض المرة تجي تتلقى شي حاجة قراتو يدين وما تتلح لك شي لبقى بحال هكذا تتخليك ما نحتش نوم وانا جيد التاست الاحتقار الحقراء ولا شي انا متبغيش نحقر بنادم وقاد نحقر بنادم اوكي لكن ما عزيش عليه مي بورتون تتلقى بان نعم اخويا المشكل هو ان ملي تتلصق لك داك ليتيكات تتولي نتايا ملزم انك تقول شي حاجه باش ربما هذيك وبعض المرات الخايب هو شي واحد ما تتعرفوش ما تتعرفش بنادم كاع من يطلع لك ما عمرك سمعتيه ما عمرك هضرتي معاه ما عمرك تميكسيتي معاه وتيبدا يسب حتى هو ويعرف التكست ما تقدرش يطلع يهضر ولكن خصو يتخزن بحال الشيخه ويدي يكتب ويرجع للور يدي يكتب ويرجع للور وسكو جي دي تيست لو بلوس في بال هو التحزبات يا دير الرب انا الا عندي مشكل مع اكس خليني بيني وبين اكس علاش جايين 7000 وحدين مخشين حتى هما تيتزادوا علاش لان واحد المخي قال لهذوك المخيات وحدين اخرين وبلا ما يعرفوا بنادم بلا ما يسمعوا لبنادم بلا دونك تتولي تخاد عليك في واحد الفكره بالمت اوكي وانا متاكد من هذه القضيه هذه لان طرات ليا في مناسبات ومناسبات تلقى شي بنادم تيجلس يتميكس معاك انت عمرك تسوقتي لدينمو ولا عرفتي كاع شكون هو ولا باغي تعرف دينمو اصلا كاع شكون هو وبورتون خاص يبدا يجبد ويهرب بحال الشيخه وداك الشيء وتيحسبهم هذيك راه سيتيون بون ابروش زعما نبروفوكي ونتخزن اطلع اخويا المايك ودقدق على راسك وكاري على راسك اللي يجبدني انا ما تنسكتش وإفكتيمو هذا لينكونفينيون اللي علمني هذا الحزاق ديال البال درويش واللي الدين ما مشرمل الله يخليها قاعدة دونك أقوى حاجة عرفتها أنا في الشرميل شرميل عرفنا ناس إفكتيمو هذا مش على واحد القضية في البال هي أنني عرفت واحد الناس في المستوى والله زي ما كاينين دي كومبيتانس اللي زي ما غادي نقول لكم أنا برافو عليهم والله ولا ما عمري توقعت البال نلقى فيه حيت الفكره اللي خديت فيها الاول على البال ملي دخلت في واحد الوقت اللي كانوا فيه المشربين بزاف كان تيبان ليا راه ما يمكنش شي واحد بعقله يقول لهم انا قاري اي اخو السيمو السيمو مثلا قاري وما تيدويش بزاف ولكن ملي تيقول جمله ثلاثه الجمله تيبان لك بنادم ربما شنو هو المستوى ديالو فين تقدر توصل معاه في الهضره ولا تناقش معاه ولا ما تقراش معاه ولا ما تناقش معاه كاع ثلاثه ولا شي حاجه بحال هكا c'est vrai que l'avantage هو المعرفه ديال هاد الناس ديال لي كومبيتونس اوكي كاين بزاف ديال لي بيرسون كومبيتونت لي انا شخصيا في الواقع ماذا بيا نعرفهم اللي بسمعهم تقاول معاهم بالبوان لوفيرتور ديسبري كاينه وما كايناش الملحد تيتسد كله كيما المسلم تيتسد كله في المناسبات ديال الدين الخطرة بعض المرات انا شنو اللي تيقتلني هو ملي الانسان الملحد تياخذ واحد المواقف اللي هي منطقيه في واحد الحالات وتتجي شي حاله واحده اخرى حيت هو ما تيتفقش معها تيشدك اللوجيك كله تيتقبو وداير تطرى ليا حتى انا باش تكونوا واضحين تو امبورت لا لوجيك ديالك وكيفاش تاناليزي لي شوز تتكون منطقي في واحد الحاجات الحاجه اللي ما كيفي با طون افار تي ديفيان اي لوجيك اوتوماتيكمون تي لاكسبتوس اي بير تو سا تي ديفون هذاك الحزاق ديالك علاش ما عرفت واش هذا سيتين مالادي واش ما عرفتش ما عرفت ربما سكان بروبليم سيكولوجيك ولا شي لعبه بحال هكا مي بون
انا ملي دخلت لهنايا ولقيت الناس يدويو على الالحاد وتيشرناو في الاسلام وهذاك الشيء ما عينا، وكانت عندي واحد شويه ديال الحساسيه في الاول، اليوم غدا بعد غدا من بعد ولات تيدي تنقول صافي الراس وانا مالي اخويا شنو هو استغفر الله العظيم انا والله اللي ما يكونش شي حاجه يقول كل ما جات تعلق من كاعات فاين اوكي ولفنا على داك الشيء يا با سوسي. قلت اوكي نشوف هاد الناس علاش مختلفين وعلاش ما بقاوش مسلمين وانتقرا. انا وليت نسمع واحد القصص وواحد الحكايات ولو سبيتش والهيت سبيتش وهذاك الشيء، وليت نقول فاك ريلي راه كاينه شي حاجه ماشي هذيك. بون قلت انا ربما هاد الناس افكتيمو راه متنورين ولا على الاقل عندهم تحرروا من واحد الافكار، تحرروا من العبوديات، تحرروا من نمشي السونات. ولكن مالوريزمون الخوت مالوريزمون انا نكذبش عليكم ما جيتي با امبرسيوني ولحد الان. ونقول لكم واحد القضيه زعما ما عرفت انا بيرسونيلمون نسمع هاد الافكار اللي تطرح من الجهه ديال الالحاد، انا بعدا ما عمري ما نلحد والله العظيم ما عمري ما نلحد. علاش؟ لان داكشي تنسمع حتى شي حاجه فيه ما تتشجع ملي انا كنحسبني راه دوك الناس يو نو واصلين لسيرتان نيفو اللي زوين وزاز وربما تجاوزوا هذاك التخربيق ديالي انا كانسان مسلم. ولكن مالوريزمون اي اخويا بيان لير والله ما نلحد واخا ما نعرف شنو يطرا. نقولك علاش؟ ماشي حيت بغيت نبقى في لا زون دو كونفور، حيت ايفيكتيفمون هذاك الشيء اللي تنسمع لا علاقه له، سي ما كاين فيه حتى شي حاجه اللي ربما راه جاست مي جاست يس اي نو لا راه عرفت الغايه ماشي هي الالحاد. دابا هنا تنهضروا على البال اون جينيرال اوكي، لان انا في الاول مشيت واحد الرومات ديال بو امبورت. انا الروم اللي شدتني في البال صراحه الروم اللي شدني في البال وتزعت في البال وليت ولات عندي اون اوبسيسيون هو هذاك الروم ديال كان على البوك ديال المسافر، كانوا فيه غير تخصص الكويز ما كاين غير والله حتى غادي والله حتى غنقطعك اخويا ال دي بي فازي جو هيد تفضل. ناو انت كتعرف بان از جاست يو، ولكن علاش كدير الرقابة على الناس انك بما انك انت ما كيعجبكش اذا انا بيان لي خصني نسكت حيت ما كيعجبكش غير انت، وكتعرف بان الروم فيها 80 واحد وربما 150 واحد. نقول لك علاش سولتيني نجاوبك اوكي نقدر نجاوبك اوكي. لا ريبونس دي او سي سامبل تو سا. شنو هي لا ريبونس ديالي انا؟ هي انني لقيت بان هذاك التوقع اللي كنت متوقع انا بانهم واحد الناس متحررين ومتنورين لقيتهم حتى هما تيعبدوا شي لعبه اوكي. انا ملي تلقى انسان تيعبد واحد لان لو سبيتش ديالو ولا بي امبورت ولا تيستشهد به ولا، قلت اوكي ربما سي دي زيكسيبسيون هذاك الشيء ما علينا. ولكن ملي لقيت هذاك لو سبيتش عامر حقد وكراهيه وخصني نعت انا المسلم بالحمار والمكلخ وبيركي صح. لا نو 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 اسمح لي اسمح لي الحقد سمعت سمعت عفاك عفاك خلنا نتصالحوا لازم. قلتي الحقد والكراهيه هذا ميس يوز اوف ليجيتيميت تيرمز. قلتي الحقد والكراهيه واش كتابلاي علينا حنايا؟ لحقاش هادشي اللي كتقول الحقد والكراهيه كيكون الهدف هو الحقد والكراهية، هذاك هو الهدف دياله، هو كنحقد عليه. علاش كنحقد عليك؟ يو ستوب ذير. اولا هادشي اللي كتقول سميتو الحقد والكراهية حيت حنايا كنتعاملوا مع المقدس، هادشي ديال الحقد والكراهية ما كيدخلش في الدومين هذا حيت كاين واحد لانتيرميديير بيني وبين المخاطب اللي هي هادشي اللي كتسميه انت الحقد والكراهية كتسمى كتسمى بريك كتسمى بريك ثرو يعني كتخترق دزت من هذاك الاستاد ماشي الهدف. شوف انت اوكي انا غنجاوبك، انا دزت من هذاك الاستاد ديال هذيك لا سونسيبيليتي للدين والتقديس ديالو سمعوا تسبوا ولا شي لعبه بحال هكا، دزت من هذيك الاستاد انا اوكي ما بقاش تيهمني سب عاير كيما بغيت ما تيهمنيش. فين تيبقى فيا الحال هو انك مثلا يا اما تاخذ المايك يا اما تكتب جمله يا اما انت اوتوماتيك محمر ومكلخ وما عندي ما تقول ولانك مسلم تو سامبلومون. انا غير سمعني ربما انا كنا تنخور انا حمار وتنقولها ونعاود نقولها، ولكن لو فات انك تهضر اوتوماتيكمون راه ما غتقول والو راك حمار. وعلاش؟ تو سامبلومون بور ان سول
ريزون فالابل عند الانسان المتنور بين قوسين هي انك انت انسان مسلم فبو امبورت شنو غادي يخرج منك انت هي تخربيقه. اوكي راه هذا هو المشكل. راه ملي تنقول لك انا هذاك الحقد والكراهيه راه الحقد والكراهيه اونفير لا بيرسون براتيكون ماشي اونفير الدين اون طونك تال. وراه ما كايناش الحقد والكراهيه الاخر الحب راه هذاك سميتو الحب. واحد الانسان غادي في طريق الضلال وانت كتوريه الطريق. نقول لك واحد المثال باش تستافد. الا شفتي واحد الانسان شاد تريسينتي وكيدير واحد في التريسينتي شفتي من البعد اش كيدير شاد جوج ديال البلانشات في يديه ديال المصلوح تيحطو ليه على صدرو شناهو هذاك واحد الانسان بغى ريفالفي بغى يعطيه الحياه. اوكي انت الا شفتي من البعد غتقول هذا كيخلي ضرب واد خيله ولكن لا رياليتي كي ريفالفيو. الحقد والكراهيه ما كان ابليهمش على واحد الانسان بغينا ليه المصلحه ديالو. وانت كتعرف وانا كنعرف بان الدين ما مزيانش عندنا توكسيك اليمنت في الثقافه ديالنا. اذا واش واحد الانسان واش واحد الانسان اللي بغيتي تشدو وتعلمو يخدم المصلحه ديالو ويتعامل مع ولادو بطريقه انسانيه وبطريقه ديال البيئه ديالنا ويتعامل مع مرتو بطريقه انسانيه ومع الجيران ديالو مع المجتمع ومع المسيح ومع العزي ومع البيض واش هذا تكن له الحقد والكراهيه؟ نو توتالمون لو كونترير. حيت انت بغيتي ليه المصلحه ديالو. واحد الانسان اللي كتكرهو ما كتبغيش ليه المصلحه ديالو كتبغي ليه الهلاك. برافو انا نجاوب هي انا متفق معك في هذه الحاله الا عطيتيه لانفورماسيون إلا متفق معايا ما تسميهاش الحقد والكراهية لحقاش كتعرف الهدف ديالنا هدف نبيل. هو إلا كان نو خليه هو يدير لو هو ماشي تفرض عليه غادي تخليه يدير لو شوا. إلا درتي صبعك غيعطي المقصد. كيفاش غادي نخليه يدير هو لو شوا؟ كيفاش غادي نخليه يدير لو شوا بواحد العقل اللي نتايا غسلتيه ليه ماشي أنت للنظام أو للسعودية أو لمحمد غسلوا ليه؟ راه ما خلوناش انفيلتري وهذاك المايند ديال هذاك المسلم. لا اوكي واش ما تتشوفش فاحنا فاش كنحاولوا نخترقوا الذهن ديال الانسان المسلم كنلقاوه مجلج. اذا حنا ما تحكمش علينا بلا رياكسيون ديالنا لهذاك داك الحجاب داك لوبستاكل. تحكم علينا من خلال المعاملات. دابا حنا فاش كنهضروا راه كنهضر معاك من القلب ديالي كنهضر معاك من المخ اللي داكشي اللي كيدور ليا في الدماغ. حنا كنتعاملوا مع واحد الحجاب مع واحد لونديك مع واحد لوبستاكل. ما كنتعاملوش مع لا بيرسون اللي كاينه في لوتر كوتي ديال داك لوبستاكل. كنتعاملوا حنا غير مع لوبستاكل. العلاقه ديالي انا مع هذيك لا بيرسون علاقه توتالمون. وهادشي كنشوفو من الاخوان. بزاف ديال الاخوان كيدخلوا كيقولنا نتوما نوتونا في هاد البالتوك كنا غالطين في الحياه ديالنا. كنا كنتعاملوا مع ولادنا ومع عائلتنا ومع ازواجنا كنتعاملوا معاهم بواحد الطريقه خايبه. اذا الا عندنا شي حقد وكراهيه عندنا لهذاك لوبستاكل. لهذاك لوبستاكل هو اللي عندنا معاه الحقد والكراهيه. ما انا واحد الانسان خصني نهرس هذاك لوبستاكل. انت كتقول لي نو خليه بلوبستاكل ديالو. انت هادشي اللي بغيتك. لا انا جايك. اوكي مداخله زعما الديبا هادي زوينه غير بلاتي نسالك انا عاوتاني كيفاش تشوف انا الامور. انت تشوفها بهذيك الطريقه انا تشوفها بطريقه اخرى. اتس فاين ما كاينش المشكل انك تعطي المعلومه ولكن خلي له شوا لهذاك بنادم اللي كيتسمق. بمعنى دابا ملي عطيتي انت هاد ليكزومبل ديال الضو غادي تقول لبنادم ودي الضو راه هكايا راه فيه فولتاج وربما لومبيراج ديالو طالع والفولتاج هي لا تونسيون الكتريك ولومبيراج هي لا تونسيتي راه الا كان كذا بين كذا وكذا درتي صبعك غيضرب مك غادي يطور فيه. اوكي اتس فاين ما كاينش مشكل في هاد القضيه. ولكن تقول له انت حمار لانك فكرتي دير صبعك تما لا خليها خويا. ربما بنادم عاجبه ربما الانسان عاجبو الحال ربما سي تان سيبور بسيكولوجيك بالنسبه لهذاك الشخص عاجبه هذيك الخرافه
ما هي با سوسي انت حق المعلومه ديالك قول او ديها ديرها خرافه وعلاش هذا الدليل ديالي وهالخو ها كيفاش ورا ما عمر هذا يطير وما عمر هذا يطير هو هنا وكيفاش غادي دير تبعك في المؤشره ديالكم بعد دير المضمضه انني ننا فاي حتى لهنايا ما كاينش المشكل اوكي ولكن ما تمارش الوصايه في نفس الوقت غادي تقول المعلومات اللي عندك وهو عجبوه عجبوه ما عجبوش ما شداش اتفق معاك اختلف معاك ما كاينش المشكل المهم المعلومة تلاحت أوكي هذا متفق معك أنا دابا إلا سولتيني علاش ما تمشيش الرومات ديال الآخرين أوكي الآخرين تنقصد بهم أنا المسلمين ولا الناس اللي تيقولوا ولا أنتي إلحاء ولا ما عمري طولت فيها أكثر من ثلاثة ديال الدقائق ربما ومشيت لها مرة وإلا طارت غنكون مشيت لها جوج مرات عرفتي علاش؟ لأن أنا واحد الوقت أن سيرتان مومون كنت نتبع هذاك الشيء ديال الإعجاز العلمي واحد الوقت حتى وليت ندخل في الحياة نقولك علاش تسبلهم لان لقيت هذيك لابروش ديالهم اللي شدوه بالاعجاز العلمي لقيتهم هما تيديروا حتى لعبه جالس تيتسنى شي واحد يدير شي لعبه ويمشي يقلب عليه ويجي يجري يقولك ها هي اور فهمت من بعد بان هذاك الشيء ما خصوش يتقال اصلا ما كاينش علاش ما كاينش اعجاز علمي لانك الا تبعتي هذيك لابروش راك وليتي تتخور علاش وليتي تتخور لانك لان العلم تيتبدل وتيتغير اليوم كاينه واحد الحاجه لا غد لي جا واحد تيوري واحدة أخرى غير فرع دير مو هذاك ما يعقلوش مشات هذي وانت شنو الموقف اللي غادي تولي حط فيه راسك غادي تولي قلبتي نار الأول وزيتي وبديتي فرعان وبديتي دراري وفاش تبدلات هذي كلام فورماسيون سيونتيفيك شنو اللي تدير اللي تتقلب بلاصة واحدة أخرى باش تبدي تراري على الثاني اور هذي سيتيون ابروش فورس بالعكس إلا انت يا باغي بالإعجاز العلمي تبين الصحة فأنت خطأ أوكي لا ولكن اسمح لي الأخ اسمح لي ولكن قال لك في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبينوا خيرهم من عندي ربك زعما ولكن ما لقينا حتى شي حاجة فيها إعجاز والو ما كاين حتى شي حاجة زعما ليترلي والو وكانت غير شي حاجة زعما اللي زعما غتبني ماشي مشكل ولكن واش لي أنه العلم ما عندك ما تبانش راه أي حاجة تقدر تشوف شوف راه اي حاجه الا نتايا شوف انا نقول لك واحد القضيه الا نتايا منطلق بواحد القناعات ها بارديفو عندك واحد القناعات في دماغك واللي بالنسبه لكتابتي اي حاجه تحطات قدامك غادي تحاول تارجيومونتي بانها خاطئه ولا بانها صحيحه انطلاقا من هذاك الشيء شوف راه كاينه واحد القضيه راه اي انسان عنده واحد لي ريفيرونس في الحياه ديالو وهذوك لي ريفيرونس هما اللي تيخليوك تقبل اولا ترفض واحد الفكره وبورتون تقدر تكون ان جيستيفيكاسيون لوجيك لهذاك الحزاق وانت تكون انسان منطقي في دماغك ومع ذلك لان لي ريفيرونس ديالك فيهم واحد الشاش واحد اخر ما تيخليوكش انك تقبل هذيك الفكره اوكي بحال لا سوبر بوزيسيون لا سوبرستيتيوسيون لا سوبر بوزيسيون حسب اللي مشيتي بعيد المهم علينا الثقافه ديالنا الثقافه ديال العداوه راه ما تنساش فاش كتبع الدين راه كتبع كتحاول تميميكي كتحاول تيميتي بسيكولوجية ديال محمد وديال القوارشة هذاك هو اللي كتحاول تدير فاش كتحاول انت حياتك كاملة عرفتش كنديرو هنا في الحياة ديالنا كنحاولوا ما أمكن في حياتنا أننا نرجع للأصل ديالنا هو أننا نكونوا هذه هي السيرة النبوية وكل الجنة اشنا هي الجنة الجنة هي تكون انت صورة طبقة الأصل ديال واحد قريشي بسيكولوجيكمون خصك إلا شفتي اليهودي خصك تكعى وتكره دين أمه ما عندك معاه حتى شي علاقة ما عمرو داليش دالك شي حاجة في التاريخ ديالو زغبة ما حركهاش فيك هاد اليهودي أشنا هي هذا بسيكولوجيا بسيكولوجيا أنا كنت كنوقف قبل ما نخرج من الإسلام كنت كنشوف إنسان سكولات كنشوف 30 40 في التصاور ديال الهوليكوست كيبان ليا بنادم كيبان ليا لو باسان ديالو كيبان ليا الفيمور ديالو كيبان ليا التوراكس ديالو كيبان ليا ليبوفيز ديال العظام ديالو كيبان ليا انسان واقف ما عمرني شفت انا في هذوك الناس بعين ديال الرحمه الانسانيه ونقول هذاك راه انسان علاش انا كاره هذاك علاش أنا سعيد لتعاسة هذا الإنسان
واكتشفت بأنني سعيد حيت محمد كان كيكرههم. إذن ها هي البسيكولوجية ديال محمد دازت عندي. إذن حنا فاش كنجيونا كنحاولوا نعيشوا بالبسيكولوجيا ديال قريش طبق الأصل. خصك أنت لا دخلتي لشي دار فسلموا على أهلها، والدار خاوية ما فيها حتى شي واحد، أنت خصك دير مك تسطا وتعود بحال هذاك 36 ديال وهذا هو اللي وقع لنا في التاريخ. دولينا داخلين الروم كنهضروا على العداوة والكراهية والبغضاء. علاش؟ حيت حنا هكا شعب، حنا ماشي شعب زوين. انت ملي تزدتي وكتسمع بأن الله ما كيحملكش، بأن الله ديما كيتسناك، يكيدون كيدا ثم أكيد كيدا فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ياب أوكي أوكي. أنا غادي نقص من الصوت شوية. The power of propaganda. Yeah, it's brainwashing. هذاك الشيء اللي كاين في الدين راه خطير. المشكل هو مقرقب. كيفاش غادي يعرف راسه مقرقب؟ بحال كتقول شي واحد بلي بلي روين وكتقول لي yes. بحال شي واحد اوكي هولد اون كان يو ويت 5 مينيتس. بحال واحد مبلي بلي روين وكتقول لي انت خصك تقطع لي روين. باش غادي يقطع لي روين خص الدماغ ديالو يقول ليه يقطع لي روين، والدماغ ديالو راه مبلي بلي روين. ما يمكنش الدماغ ديالو يخرجو من الروين حيت هو مبلي بلي روين. سمعتي؟ يعني الداء والدواء كاينين في بلاصه وحده هي الدماغ. انت الدماغ مبلي وكتقول نفس الدماغ اللي مبلي انه خصو يحبس البليه. اذا خص تجي واحد لا فورس اكسترن باش تغير هذاك الدماغ. ما يمكنش غادي تجي فوم ويدين. ها بحال انسان مبلي بالدين وانت كتقول لي راه الدين ما مزيانش، نفس الشيء مع لي روين وكتقول لي هو راه مبلي بالدين. واش فهمتي الانالوجي كي دايره؟ إذن هنا عندنا لو شوا، يا إما غادي نخليو هاد الدين هذا يزيد يخرع علينا في لا دوزيام جينيراسيون ولا تخوازيام جينيراسيون ولا كاتريام جينيراسيون، ولا كل واحد غادي تكون عنده سيلف ساتيسفاكشن أنه يدير بارت ديال الجاب ديالو ويموت. علاش كنقول هادشي؟ ماشي حيت حنا ضريفين، حيت هادي هي غريزة الإنسان. هكا الإنسان زاد. قبيلة كانت فرج في نانسي بولوسي، بنادمة في عمر دين مواقلة شي 80 عام، بقات كتشرف حتى ولات فاش كتكون كتهضر بحال كتضحك، وباقة واقفة كتدافع على الشعب وعلى الحقوق. خذوا في سبيل المستقبل، خذوا المايك. شكرا.